اول حاجه على المدرسه الا كانوا غيديروا لي مد السعاده يديروا الترونسبور على حساب، ما يمكنش تخرج مع الوحده وترجع مع الجوج في نفس الوقت. نفس الوقت راه ما كايناش، راه امبوسيبل تخرج مع الوحده وتدخل مع الجوج. هذيك من الوحده، ملي تخرج مع الوحده غتمشي للدار يلا ساعه، يلا غتكفيك نص ساعه وتعاود ترجع للمدرسه، راه ما غتقدكش الوقت. الا كانوا غيديروا الترونسبور على حسابهم من المدرسه راه حنا معاهم. كنظن ان هذه الساعه غير ايجابيه، حيت حنا دابا راه دخلنا تقريبا الفصل الشتاء، وفصل الشتاء معروف بان الليل ديالو كيكون طويل، وبالنسبه راه ما تكونش عندك تزيد العيالات اللي كيخرجوا في الصباح مع السبعة الصباح، راه مع هذه الساعه هي تقريبا كيخرجوا مع الساعة، اذا خاصها تولي تفيق مع الربعه ونص لخمسه. وعطى الله بزاف ما يدير، تقريبا شحال دابا باش جات العثماني؟ تقريبا راه دابا شي عام واقيلا ولا بحال هكا، باقي ما فاتنا حتى شي حاجه. الا بغى يزيد راه خاصو يزيد بنادم الصالير، يزيدوا في المعيشه ديال المغرب، يتحسن، يشوفوا طبقه الشباب اللي معطل ما خدامه والو. لا انا تنطلب منهم زعما يبدوها لينا، لان دابا وليداتنا كيمشيو الصباح كنخافوا عليهم، كيجيو في العشيه كيجي من الخدمه كيعاوتاني كيترش من وقت. دابا طلبنا منهم باش يبدلوها لينا، الله يجازيهم بخير، زعما راه واعره علينا اكثر في الصباح، شحال حتى تكرفش الزنقه، ولا كتخرجي مع ديك السروال تخرج مع الاربعه ونص الخمسه، وما تقدريش غادي هز راسك فيها خبيز وشي حاجه وليتي كتخاف. صراحه الساعه جديده ما نفعتش الشعب المغربي، صراحه الساعه جديده ما درتش شي حاجه، ديما كنفيقوا في الصباح عادي، كتفيق الصباح بحال خدام مع سته كتفيق مع خمسه، كتمشي في الصباح تقدر تكريسها تقدر تحم حاجه. انا نقول هاد 89 هذا على هاد الساعه الجديده خاصو حيدها، مع توقيت الشتوى هذا صعيب بزاف الناس اللي خدامين مساكن، دريات لا رجال دري صغار، فهمتيني، على حسب المدرسه على حسب السيركيلاسيون وعلى حسب شحال حاجه. هاد الساعه اللي كانوا داروا تضيع بزاف ديال الناس، انسان ساكن بعيد تيكون ساكن في الولفه ولا في حي الحسني وخصو ترونسبور ما غاديش يلقاه، ما تيكونش هو تيفيق مع الخمسه، ايوا الوري مع شحال غادي يوصل هنا، وهذيك الساعه زايده عاوتاني غتبقى ديما. شوف دابا على حسب انتم اش قالوا هما، قالوا غادي تبقى. نعم. انا بعدا ما متفقش فيها، ما متفقش. الناس اللي هما عمال من الانسان من الموظف راه معروف غادي هما غادي يخافضوا لي على الساعه ديالو، واني الانسان اللي خدام في المعمل ولا خدام في الشركه ولا شي حاجه غادي يمكن يطردوه، ممكن غادي يجي في العطل الوقت ديالو خصو بوانتي مع السبعة ونص ثمانية، وباش غادي يجي من الولفة فاش كاين غادي يكونوا يجيو خطاف ولا غادي يخرجوا لي على الخدمة ديالو. نمشيو كل صباح نفيقوا بكري وكنجيو معطلين، راه كنعيو بزاف، راه مابقاش عندنا جد، حنا الشباب ولينا عيانين دابا، ما كان كنقدروا نديروا والو صافي. لا بزاف ما غير خارج علينا، ما كتزيدنا ما كتنفعنا صافي، واصلا ما بقاش كيقدنا الوقت حتى فاش ناكلوا ولا فاش نرتاحوا ولا حتى شي حاجه. ملي كتجي كتبغي تجلسي تحفظي صافي، كيفاش عليك الحال كتلقاي راه فات الوقت خصك تنعسي، الصباح كتفيق عيان وما قادرش تنوضي. ما عرفتهمش انا كيفاش يفكروا في هادشي، الناس باغيين يحيدوها هما يلا ضربوا في سير باغا تبقى ديما، وكاينين مشاكل اخرى تحتاج الحكومه باش تنعقد دير اجتماع استثنائي ولا شي حاجه استثنائيه، اجتماع ديالهم زعما استثنائي باش نخدموا، وما جاوا ما قاموا يبعوا على شي اجتماع واجتماعوا على هاد الساعه، ما فهمتهمش انا. كنبقى العثماني شاف معنا شي حل وحيد لنا هاد الساعه. الحكومه انها خاصها تاخذ قرار، انا في رايي الشخصي انها خاصها تاخذ قرار بالغاء هاد الساعات، هي ليست في صالح المواطن. كنقول العثماني باش يبدل لنا هذه الساعه، الله يجازيه بخير، الله يدي الساعه بمحسن. ونقول الحكومه الله يهديهم، الله يهديهم يخليهم يعاودوا يرجعوا للساعه كي كانت. نديروا معاهم شي حل اللي يرجعوا لهم التوقيت هو هذاك، ويقادوا لهم البروغرام ديال الوقت. كنتمنى من هذه الحكومه بحال تقدم الاستقاله ديالها، حيت ما فاتنا حتى شي حاجه بهذه الساعه، بيناش بان ما دايرين والو، يقدم الاستقاله ديالها.